كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه وقد وصف ربنا سبحانه وتعالى حال الناس يوم القيامة كيف يخون بعضهم بعضا خوفا من العذاب وكيف يفر بعضهم بعضا وقد ذكر أقرب الناس يفر من أقرب الناس في ذلك اليوم المهيب من شدة الحول والخوف فالولد لا يعرف أمه والأم لا تعرف ولدها والزوج لا يعرف زوجته والزوجة لا تعرف زوجها والصديق لا يعرف صديقه كل إنسان يفر من صديقه ففي ذلك اليوم فليعمل العاملون قال تعالى عنه آيات كثيرة ومنها قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لأن الله تبارك وتعالى ذكر أحب الناس وأعتد الناس للناس فإذا فر هؤلاء الأصناف من أصنافهم من الذي يقف بعضهم لبعض وهذا إشارة أن الناس يفر بعضهم من بعض مهما كانت القرابة بينهم ولذلك استعد للقاء الله تبارك وتعالى لا تجامل أحدا لا ينفعك بل لن ينفعك يوم القيامة أحد إنما ينفعك عملك واتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى قد قدر في قدره أنه لا يدخل الجنة إلا من كان مطيعا لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم من خالف كتاب الله وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجامل لا تجامله لا تجامل أحدا حتى إن كان أباك حتى إن كان صديقك حتى إن كان معلمك وأستاذك مهما كان هذا الإنسان لا ينفعك عليك أن تعلم أن هذا الشخص لا ينفعك يوم القيامة الذين يفرون من الناس ذلك اليوم الأنبياء أفضل الناس عند الله يفرون من الناس فكيف بالذي يكون أدنى منهم بل أصاب من الذي تقدم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة بلا طاعة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المستمعون الكرام وقد واصلنا درسنا هذا مسلسلة إلى أن وصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الجامع الصحيح أو كما في صحيح أدب المفرد الذي صنفه الإمام البخاري صاحب الصحيح من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل
فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وحديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه الذي يعني في جامع صحيح قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن. قال: فطرحته فسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت: إنا لسنا نعبدهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون، ويحلون ما حرم الله فتستحلون؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. سبحان الله. إن قاكري ألحى ومبر فين خير ألحى ونخي خيري ألحى ومبتوي تنغو ألحى سيانتيا فين في يوم ألحى ونكسار وما سيانتيا كسارينا من سر سيانتيا أمبر جنيه تنغو مبر دو خمتا مبر دي بر مبر نافلي فين سيكوندير ننت ونسا ولحى دي فولو من سما أنا هن نيمو نرى إبرا نيمو إلو قلنا جي خانتاما ونسا فولو من سما آية مندو ندينو آية ندخا وينو ألحى وينا نكي ونسا فولو نو آية مندو ما أفلاغ آية نخاوكي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مينينو بابا آدم دا سسما ناخادي في خانكرم باتو حسينتيا فين لو إيرا إمونو أيوسي دي جي ديني كوي والله تنانا فريمارا إنا مي فريما هن نياخي مهي تورخي مهي كون تفليخي يخان كتاتوي دحنما دينارا إلمهي تومن الدنيا أتورخي مهي دنجي مرفان نيخا تامي خنتي ماتونغو إنو بانديدو إي دونغي سعيرا أتورخ هرما هرمو بانديدو نغي سعيرا مهي نخان دوما همهي كمنان دوما تان كيرن نما كتفي أدافن واما نو كمنان قوما نو كمنان فن نليم أتورخ كونيسا لها ديني نايرا هادي نايرا إمهي نخان توخي كي نخان فن واما كمي قوما مسيسستوما جي كمي رفو بتا كيرين إتن بي أتورخ جي بوين ساخي دنگ في جي كمي سطورا بوين سا إما تو سوسوخي يتكن يهان كيخوي جسولا سوسوخي بوين سا بوين نونان ساما يوبا هم ساما دي هاي كني إيوبا إيسا هابير عرفي إغافي إنفق إيسا فابير عرفي نمو نخمو إرسيو ما نوكي نخمو بوين سا نخمو فاما بوين سارا نوما إرسيو دي سيوه تمبوري كونو بوين سا نفكم ما على نن بوين نخن نوكي نوكي مو إيسا ما فوفتن على را إتن نوما إيوبا ني إيسا دي إتن بيبار سيوا جي فرانس نامين دي إمي هيتو ما يكوسا آيوبا إيسا كوبل بيك بايرا فين دي فبيرا فاري تحا كوبل من هنگسام جي بوين سا هو على نو فين نمبام بهي فارسين دي أن خن دي في ميما ألوكو يخنو نو يوسي دي الحمد لله كم بل ألخا وونغو وساسيرا على نحن في أمه.